مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وخبر جديد. فلا تنسوا تضغطوا على زر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر، وزر الاشتراك لتحضروا جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول. هيفاء وزينب والانستغرامر ايلين اجتمعوا هالمرة بمغامرة جديدة، تحديدا في قناة الام بي سي، وهي مغامرة تقديم البرامج، حيث اسم البرنامج هو يلا بنات، وتعرض حلقاته كل أربعاء، حيث نزلت الحلقة الأولى وكان موضوعها لماذا لا يبكي الرجل، حيث نزلت هيفاء إعلان الحلقة وكتبت بعد 5 سنين من العمل التواصل والإصرار بكرة أول حلقة من البرنامج. وبعد نزول الحلقة نزلت بوست تاني وكتبت من حلقتنا في يلا بنات لماذا لا يبكي الرجل، شو رأيكم بالموضوع؟ أما ليلى مراد وبتعاونها مع ماركت مكياج عرضت صورها بأكبر مول بالعالم، فنشرت هاي الصورة وشكرت متابعينها على دعمهم لإلها. أما مفاجآت محمود بيطار فما بتخلص، وهالمرة رح تكون مع نانسي عجرم والشيف بوراك، فنشر هاي الصورة وكتب اليوم كان يوم عالمي، استنوا لتشوفوا الشغلات القادمة في شي حلو. بتحرك الأوضاع بالعراق تحركت مشاعر اليوتيوبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، فنشر عدد كبير منهم صور وستوريهات وهاشتاقات كسند للحراك، فمن بينهم كانوا عراقيين مثل نور ستارز اللي نشرت هاي الصورة وكتبت قلبي مع بلدي وأهلي عراقي، بردا وسلاما عليك يا وطني. وبعدها نشرت صورة تانية وكتبت الشعور اللي تحسه تجاه المشاكل اللي عم تعيشها العراق حاليا والأوضاع اللي هناك، من الكهرباء للأكل للأمن والسلام. ومينا الشيخ لي نشرت هاي الصورة وكتبت دائما أفرح من إجي لبغداد، بس هذه المرة كانت جدا مؤلمة مع هذا الوضع اللي يمر به وطني الغالي، ألف رحمة على كل شهيد وكل شخص فدى وطنه بروحه. وهند الدير نشرت هاي الصورة لنشر فكرة المظاهرة أمام البيت الأبيض، ونور الستار نشرت هذا البوست كمان، وأسو نشرت هاي الصورة، ولؤي ساهي نشر صورة علم العراق وكتب هالكلام. أما نور ستارز فصرحت عن نوع أغنيتها وتفاصيل بسيطة عنها في مقابلة معها، فصرحت أنها حتكون أغنية تراب وكمان بلهجات مختلفة، والفيديو كليب تصور بدبي. فهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية أخبار اليوم، إن شاء الله تكون أخبارنا عجبتكم واستفدتوا منها. اضغط على زر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر، وزر الاشتراك لتحضروا جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. بشوفكم بحلقة تانية وفيديو جاي.